هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هاي مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم جيت انا وبابا واختي ندى. ما بغيتش ندير هاد لا فيديو غير انا وبابا، قلنا ندخلوا معنا الكوميديا ندى حيت هادشي غيكون فيه الضحك. المهم لا فيديو ديال اليوم غادي يكون نسميوه تحدي. نسميوه هاد لا فيديو تحدي. المهم الكونسيبت ديال هاد التشالنج هو غادي نعمرو فمنا بالماء وخص واحد يضحك الاخر. فهمتوا ما فهمتوش؟ المهم حنا نديرو واحد ديمونستراسيون باش غادي تفهموا. دابا انا غادي نقرا نكته، نقول لك نكته خصني نحاول نضحكك. شكل هاد النكته خاصك تكون معمر فمك بالماء. النكته اللي في التليفون وصافي. خصني انا خصك انت تحاول ما تضحكش باش ما تعمرناش بالماء. باش ما نعمرش صافي. وانا عندي رب العيني نضحك ونعمر بالماء. شو مالك؟ المهم حنا نبداو نديرو جوج بجوج. نبداو بك انا. نبداو انا وياك بابا. نبداو انا وياك. يلاه نبداو انا وبابا. منين تقري النكته قول لي واش نشرب الماء. لا خصك تشربو. لا دابا حيت ما بغيتش نبقى نخلي فمي بزاف. كنقرا شي نكته نشوف النكته واش شربت. الاولى زوينه. دابا نوتي انا نعاود لك النكته. داك النكت حامضي اللي كتر. ما خطا فلقا عليكم والمال. لا نعاود لك النكته. يلا سير. لا دابا انت الاولى، دابا عاد الثاني. واشرب الماء. صافي. لا زيد عمر غير تيبغي تفرقع. انت باغي غتخوي عليا الماء. عرفتي شنو غنديرو؟ غندير القب. لا 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 اعوذ بالله الشيطان. شو مالك؟ البركاني خصك تشوف فيه هكا فاس. هذا واحد البركاني خدا الدكتوره في علم الحيوان ولكن الاستاذه ديالو ما تيقاتوش. وهي تقول ليه دار لينا شي تجربه. البركاني جاب واحد القطه منين كيصفق عليها بحال هكا كتجي داك القطه. فين حبست؟ البركاني جاب واحد القطه ملي كيصفق عليها كتجي هو يقطع عليها رجل الاولى. من صفق عليها جات ويقطع على رجل الثانيه. من صفق عليها جات ويقطع على رجل الثالثه. من صفق عليها جات ويقطع على رجل الرابعه. من عاود صفق مره اخرى ما جات. ويقول لهم نستنتجوا اننا عندما نقطع للقطع ارجلها الاربعه تفقد حاسه السمع. عيانة اي كرجي هي النكاسيات. قالك واحد خينا دخل الحمام. لا عمري انا داف فمك مزيان وشوفي فيه فاس فيزيلي على ال خينا عنده واحد الدبه في دارو دخل الحمام خاو الحمام. وماما
ما نعرفش غضحك تدوش ليا. ماما حد خينا عنده حدبة دخل دخل الحمام لقى الحمام خاوي دخل هو يسمع الجنون تيقولوا له كسكسوها بالقرعه ولفت كسكسوها بالقرعه ولفت كسكسوها بالقرعه هو ما خافش وعجبو داك اللحم بدا تيقول لهم نهار الجمعه والسبت نهار الجمعه والسبت ويخرجوا ليه شكرا كملتي لينا اللحن ديال الاغنيه شنو الاغنيه ديالك قال لهم حيدوا لي هاد الحدبات حيدوها ليه مشى فرحان عند صاحبو عنده حدبات هو هنا قال له كيفاش درتي حيتي حدبات قال له انت غتدخل الحمام غتلقى الجنون تيقولوا كسكسوه بالقرعه ولفت انت قول نهار الجمعه والسبت راه غادي فعلا دخل هما بداو تيقولوا كسكسوه بالقرعه ولفت نهار الجمعه والسبت كملوها كامله هما ما بقى ما يقول ويقول لهم ود النجال ود النجال هما يخرجوا من هذيك حدبات صاحبو زادوها له هنا خلي معها انت مع القري ها القري ولا فحال لي دي لافي هاد خلي بصح دابا انا ونادا غنوريكم الدنجال نوها وجهيلا عافاك عافاك واحد العزي لابس الكحل لا 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 واز خليني نكمل صاحبتي ادخل عليا النقطه ها نحط له انا ندير فحال هكا هذا واحد واحد العزي لابس الكحل وراكب المرسيدس بيضاء وقف على واحد وقف على وحده قال لها كي جيتك قالت لها كيكوكا في الثلاجه غادي نكتب لك سيدة شنو هي هذه ضحكت انا ان طويل بعد ما لقاتنا دار النكته وخلقيتها ولكن المهم حنا ماشي سوقنا يلا هادي اخر وحده عادي كاع في خطره انا وما ضحكاتنيش كاين ما ديروهاش بالعاني وانا عارفك بابا راه التقاريه الدرسه سير سول الأستاذ واحد التلميذ باش كتحلم قال لي الدري كنحلم نشد بلاتي قال لي الدري كنحلم نشد مليون سول الأستاذ سول واحد التلميذ باش كتحلم قال لي الدري كنحلم نشد مليون درهم في الشهر بحال الوالد قال لي بابا سول الاستاذ واحد التلميذ باش كتحلم قال لي الدري تنحلم نشد مليون درهم في الشهر بحال الوالد قال لي الاستاذ علاش باك كيشدهم قال لي الدري لا حتى هو غير كيحلم سخوني ولي سخون شوفو والله يتحشو معاك سخون يا لا 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 دا واتيو مع خلصنا لديت بقلاس معك صعب
طلع على وادي كلشي مني انت يا سمعت فزكيش جاني البرد جاني البرد صافي نسالي الفيديو صافي نقدر نهضر باش نشوفهم خصني نسوي كلاصه بابا لا والله الا جاني البرد المهم صافي ولي ولي اقسم بالله الا الما هبط ليا من ظهري وصر بيا سليم انا نشوف الحوايج المهم دخلي انا باش تباني كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا ضحكتوا معنا فوجوا معاكم شي شويه مع راسنا ونضحكوكم معنا صافي هادشي اللي كاين كنتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد خليو لينا في الكومونتير شنو تبغينا ندير لكم فيديو جديد انا نطيب لكم عاوتاني شي حاجه سبيسيال نطيب لكم واحد الاكله سبيسيال ان شاء الله باش تستافدوا طيب القلوبه مهم خليو لينا في الكومونتير شنو هما لي فيديو اللي تبغينا نديرو لكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باي باي ثانك يو